أقل من 24 ساعة عن موعد الحفل الأضخم في المنطقة، حفل جوي أوردز في الرياض، اللي طبعاً زي ما أنتوا عارفين هيتكرم من خلاله صناع الترفيه في العالم العربي من مختلف المجالات. وفي حلقة بكرة هتتابعوا تغطية فريق تريندينج من هناك، وهتعرفوا كل التفاصيل معانا أول بأول. طبعاً النهاردة كان بيزي داي جداً، والنجوم المرشحين وكمان الضيوف من العالم العربي والعالم بدأوا أنهم يوصلوا على الرياض، وتريندينج أكيد كان في استقبالهم. حقيقة أنه هالجمع من الفنانين والمميزين والمبدعين هنشوفهم بهالطريقة هذه في ليلة رائعة حتكون، أنا متأكد يعني أكيد كل فنان راح يكون سعيد بالمشاركة وسعيد بالقدوم حتى ما يفوت هذا الحدث حقيقة. وقدرنا نقابل نانسي عجرم اللي هتقدم عرض مميز على مسرح جوي أوردز، والمرشحة لجائزتين، الأولى للأغنية المفضلة بفئة الموسيقى عن أغنية سلامات، والثانية عن نفس الفئة عن الفنانة المفضلة. كثير سعيدة وكثير فخورة وبهالنشاطات اللي عم تقوم فيها المملكة العربية السعودية. أكيد بدي حيي الكل وبدي أقول لهم شكرا كمان كثير إنه عم يجمعونا كل الفنانين من كافة العالم العربي عم نجتمع، وأكيد عم نجتمع على مناسبات كبيرة، مناسبات حلوة، وإن شاء الله دايما بالخير والنشاطات دايما الكبيرة. وبتشارك نانسي الترشيح عن جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى أصالة نصري، واللي هيكون عندها عرض مفاجئ للجمهور، ولما سألناها عن الجوائز ده كان ردها: والله شوف أنا عادة الصراحة ما كتير بيعني لي جوائز، وبهرب دائما من أي تكريمات، وبهرب بطرق يعني مختلفة، كل مرة بيكون عندي طريقة بالهروب، إلا أنه هذا هالمهرجان وهذا توزيع الجوائز جوي بالذات لأول مرة بيجي عبالي أنه تكون جائزة لألي، ما بعرف يمكن حسيت بمصداقيتها، عندي ثقة كتير عالية بأي شيء بيكون يعني له علاقة بالسعودية، وخصوصا أنه هو مقام بالرياض، يعني أجمل عاصمة بالنسبة لي. فالأول مرة بيجي عبالي أنه تكون بدي ربي، خليت عزيزة أمي اللي جابتني تدعي لي كمان أنه أخذ أنا الجائزة، وعم فكر أفتح كمان لايف انستغرام أقول للناس جاي عبالي يتابع معاهم، لأنه عن جد جاي عبالي يكون فوز، مدري ليش يعني جاي عبالي. ومحمد هنيدي اللي بيشارك أصالة نفس الشعور، هو كمان مرشح لجائزة الممثل المفضل بفئة السينما عن فيلم الإنس والنمس، وإحنا كمان قابلنا في المطار. هي بتمثل للفنان بيني وبينك، يعني دي فرحة الفنان الوحيدة يعني أو الكبيرة، لما يكون تعبان في عمل وعجب جمهور الحمد لله فبيقيم أو بياخد جائزة أو بيتكرم، ده بيبقى شيء معنوي ملوش حدود يعني، فإحنا سعداء ولسه ما خدناش حاجة، يا رب ناخد جوائز. ومن بين الحضور اللي هيكونوا في الحفل طارق العلي وملحم زين. مهرجان ضخم، حفل ضخم تكريمي بضم عالميين ومن الوطن العربي، سعيد جدا بتواجدي، وإن شاء الله دائما نكون موجودين. وكنا موسم الرياض قبل 10 أيام أو أقل أو أكثر، كان حفل رائع، وإن شاء الله دائما بتضل المملكة بخير والرياض بخير، ودائما هالنجوم كنا نضل مجموعين فيها. اليوم المملكة العربية السعودية تخطو خطوات يعني كبيرة في مجالات كثيرة، واليوم احنا بما ان احنا مجال فني يعني رقم كبير قياسي سوت المملكة في طفرة إعلامية فنية جميلة.